السلام عليكم ورحمة الله. السكشن بتاع النهاردة عن الستريكنج بليت، تخطيط الأطباق البتري. ازاي بعمل تخطيط؟ ليه أنا بستخدمه؟ ليه بعمل تخطيط؟ ايه الطريقة اللي أنا هستخدمها؟ ايه الأمثلة على التخطيط؟ كل الكلام ده هيكون معانا في السكشن ده. يلا بينا. أول حاجة الماتيريالز اللي أنا بستخدمها في السكشن ده، سورس أوف بكتيريا، المصدر بتاع البكتيريا اللي انا هستخدمه، زي مثلا الايكولاي، الانكيوليشن لوب اللي هو ابره التلقيح، لهب بنزين، انكيوبيتر الحضان، ايثايل الكحول 70% اللي هو كحول سيلي 70%، والاجار بليت اللي هي ال بي اجار ميديا او اي ميديا تاني من نوع اجار، ومناديل. ايه الغرض من التخطيط؟ طبعا الغرض الاساسي ان احنا قلنا ان احنا عايزين نحصل على وان كولوني. ليه؟ لان عندي ان الوان كولوني دي بتساوي وان سبيشيز، نوع واحد، تمام، وتشترك معاها في نفس السلالة. يبقى انا بعمل تخطيط علشان احصل على او اعمل انتاج لمستعمرات معزولة من كائن حي، من اورجانيزم معين، على اطباق الاجار، وبحصل بعمل على تنقية وعزل للأورجانيزمس من الميكسد كالشر، وكمان عشان اعمل دراسة كولوني مورفولوجي للشكل المظهري للمستعمرات في الأورجانيزم معين، وكمان اخر حاجة ان انا بعمل اختبارات بايوكيميائية. الريزلت، النتيجة اللي هتطلع لي لما باخد البليت اللي انا عملت لها تخطيط، بحضنها على 37 درجة مئوية لمدة 24 ساعة، وبعد كده بفحص الكولونيز دي اللي حصل لها انماء، وطبعا لازم المفروض يكون ان الكولونيز دي لها نفس الشكل العام. لو كانت من انواع مختلفة يبقى انت ما نجحتش في الستريك نفسه، في التخطيط، فلازم انك تعمل اعادة للتخطيط عشان تحصل على بيور كالشر. يبقى دي ده الشكل اللي هو ده بيور سترين او اللي هو وان كولوني. البروسيجرز اللي انا بستخدمها، الطريقة بتاعة العمل، اولا المفروض ان انا بعمل تعقيم للاريا، للمنطقة اللي انا بشتغل فيها كلها الاول، وغير كده كمان بشغل اللهب جنبي وانا شغال، واكون لابس كلافز. الشغل بتاعي بكتب البيانات على البتر ديشز اللي موجود معايا، بكتب السلالة اللي انا هشتغل بيها الايكولاي مثلا، وبكتب التاريخ بتاع الانكيوليشن اللي انا هعمل فيها زراعة، وبكتب كمان درجة حرارة التحضين اللي انا هستخدمها. دي طريقة العمل اللي انا هعملها. دي اللوب اللي هي الابرة، وفي الطبق البتري ديشز اللي فيه الميديا، وجنبها التيوب اللي فيها الاسلانت، وفي اللهب بنزين اللي انا بستخدمه. طبعا قلنا بنعقم المكان كله اللي حوالي الاريا اللي انا هشتغل فيها، بعقمها كويس جدا، وبشغل اللهب، وبكتب البيانات على البتري ديشز قبل ما بستخدمه. طريقه التعقيم اللي انا هستخدمها لللوب، احنا بنسميها التعقيم التلهيب الكحولي، ان انا بستخدم كحول ايثيلي بحطه في اللوب، وبعد كده ببدا ان انا اعرضها للهب لغايه ما توصلها لدرجه الاحمرار للواير. زي ما انتم شايفين كده، ببدا ان انا اول حاجه بعقم اللوب اللي انا هستخدمها لغايه ما اوصلها لدرجه الاحمرار بعد ما حطيتها في كحول. بعد كده هروح للسلانت، للسلانت اللي انا مستخدمها، باخد وان كولوني، طبعا بسيب اللوب تبرد الاول، وباخد وان كولوني، وفتحة الطبق زي ما انتم شايفين بتبقى صغيرة. هاجي في البتري ديشز اللي فيه ميديا اللي بي، ببدأ اعمل انيشيال للبداية، وبروح اشيل، بعمل تعقيم تاني لللوب اللي معايا، بعمل لها تعقيم من جديد عشان اتخلص من البكتيريا اللي موجودة، وبعقمها طبعا، ولف الطبق، واخد من اخر مكان انا عملت فيه تخطيط، وببدا ان انا اعمل تخطيط تاني. الطريقه اللي بستخدمها دي قلنا اللي هي الكودرانت ستريكنج، اللي هو التخطيط الرباعي. ان انا دلوقتي عملت تعقيم رقم 3، والف الطبق، بفتح الطبق فتحه صغيره، وببدا ان انا اعمل ستريك تخطيط. رقم 4 واخر مره دي، بعمل برضو بحط في التلهيب الكحولي، وبرجع ان انا اعمل لها تعقيم تاني لللوب رقم 4، واسيبها تبرد
وباخد من اخر مكان وبعمل برضه تخطيط. هنا بقى اخر حاجه بعمل تعقيم لللوب عشان ايه اشيلها خلاص. ده شكل الطبق الكودرانت الستريكنج اللي هو الشكل الرباعي قدامنا لغايه ما اوصل لمين؟ لوان كولوني. شفنا طريقه العمل، دلوقتي هنعرف الاكزامبلز الامثله من الستريك. طبعا انا ما يهمنيش ايه هي الطريقه اللي انت هتستخدمها قد ما يهمني ان الغرض اللي انت كنت محتاجه اتحقق ولا لا، ان انت حصلت على وان كولوني ولا لا. فالطرق طبعا مختلفه. اول الطرق دي كونتينوس ستريكنج اللي هو اللي احنا بنقول عليه البسيط السامبل المستمر، ان انا ببدا باللوب هنا بعمل تعقيم لللوب وبعمل اخد انكيوليشن، باخد من السوليوشن بتاع الايكولاي ببدا ان انا اعمل تخطيط بسيط جدا هنا لغايه ما اوصل لاخر الطبق. ده الكونتينوس ستريكنج. اجي بعد كده للنوع الثاني تي ستريكنج اللي هو تخطيط من نوع تي. يبقى بقسم الطبق على شكل حرف تي، ببدا بعمل انيشال الاول، بعمل بدايه ليه، بعمل خدت من السوليوشن اللي انا محضره او خدت كولوني واحده من الموجوده في السلاند، وببدا ان انا اعمل انيشال. بعد كده بعمل تعقيم لللوب بلهب بنزل، وبعمل ستريك تاني من اخر مكان انا كنت عامله. بعد كده بروح اعمل تخطيط تاني، باجي في المربع التالت وبعمل ستريك تاني من نفس، باخد من اخر نقطة. ده نوع اللي هو رقم 3 اللي هو الكودرانت ستريكنج اللي هو الشكل الرباعي اللي انا ببدأ ان انا اعمله، وده طبعا من اشهر الامثلة، وطبعا بيديك كولوني وان كولوني بطريقة كويسة جدا. اول حاجة ان انا ببدأ من هنا المكان ده، ان انا خدت الاول من السلانت او خدت وان كولوني من السلانت اللي معايا، وببدا ان انا احطها على ايه، على طبق البتري من هنا، واعمل انيشال تخطيط. بعد كده بعمل بعقم اللوب واخد من اخر نقطه واعمل رقم 2 هنا، وبعد كده بعقم تاني اللوب وباخد من اخر نقطه وبعمل تخطيط هنا، بلف الطبق معايا، وبعد كده بعقم اللوب اخر مرة ودي رقم 4 لغاية ما اوصل لوان كولوني اقدر ان انا اعمل لها دراسة. الصورة اللي قدامنا دي بتوضح برضو اللي هو التخطيط بالشكل الرباعي. اول حاجة ان انا عملت تعقيم للوب بتاعتي واخدت من السوليوشن اللي هو فيه ايكولاي، بدأت ان اعمل انيشال، دي بداية الانيشال اهو، دي رقم سي. بعد كده ده الانيشال ده اهو زي ما احنا شايفين برضو اهو، رقم 2 اخدت من اخر نقطة وعملت تخطيط هنا. بعد كده اخدت عملت بروح اعمل تعقيم في كل مرة، فباخد من هنا من اخر مرة، وبعد كده اخر حاجة رقم 4 ان انا اخدت من اخر طب، فتطلع الكولونز بتاعتي شكلها بالشكل اللي قدامنا ده. يبقى المطلوب منك في السكشن ده اول حاجة تعرف ان انا ليه بستخدم التخطيط، انواع التخطيط المختلفه اللي انت شفتها دي مطلوب تعرف ازاي بقى البروسيدرز اللي هو طريقه العمل اللي احنا بنستخدمها عشان نعمل ستريك تخطيط. وان شاء الله انتظرونا في حلقات اخرى.